معلومة في الفيزياء الكهربائية لو خدت بالك منها ممكن تنقذ حياتك. معروف ان التيار الكهرباء هو حركة الشحنات الكهربائية داخل الموصل، وجسم الانسان يعتبر موصل جيد للكهرباء، فبالتالي لما تيجي تقرب من الكهرباء ورجلك لمسة الارض فاصبح ايدك عليها جهد وجهد الارض بصفر، فالتيار بيتحرك جوه جسمك من الجهد العالي اللي هو ايدك للجهد المنخفض اللي هو الارض. المشكلة هنا بقى بتكمن في انك لو انت بتتكهرب بايدك اليمين الموضوع مش هيكون خطير شوية، لكن لو انت بتتكهرب بايدك الشمال الموضوع هيكون اصعب، وده لان القلب موجود في الجهة الشمال. بالتالي مرور التيار الكهربي جوه جسم الانسان يمه القلب ده بيشكل خطر كبير جدا عن لو كانت الكهرباء عدت في عضو تاني غير القلب. بعد كده لما تيجي تتكهرب اسال نفسك انت بتتكهرب بايدك اليمين ولا بالشمال؟ طبعا بهزر، بس السؤال بقى المهم هو الانسان ممكن يموت لو اتعرض لتيار كهربي مقدره قد ايه بالظبط؟ مستني ردودكم تحت في التعليقات. سلام.